يا توتا في يدي لا تحقق المطالب صمت صمت لأبدي يا أخي يا طالب يا توتا في يدي لا تحقق المطالب صمت صمت لأبدي يا أخي يا طالب يا توتا في يدي لا تحقق المطالب صمت صمت لأبدي السلام عليكم، معكم محمد حمزه الوارثيني، نائب منسق مجلس طلبة الطب بفاس. اذا بعد سلسله الوقفات المحليه اللي خاضوها طلبة الطب في جميع انحاء المغرب، اليوم طلبة الطب بفاس يخرجون في وقفه احتجاجيه. مجلس طلبة الطب لم يدعو لهذه الوقفه الاحتجاجيه، وهذا ان دل على شيء فانما يدل على ان تهم التحريض التي توجه للمكاتب ومجالس الطلبه في شخص الممثلين هي تهم باطله وزائفه. اليوم الطلبه خرجوا لينددوا ليستنكروا العقوبات التأديبيه التي طالت الممثلين ديالهم، عقوبات التي كانت تتراوح من توقيف سنتين الى حتى الطرد النهائي من الجامعه ماشي حتى الكليه. طلبة اليوم مره اخرى يجددون الدعوه والنداء للجلوس الى طاوله الحوار. يعني الملف ديالنا ملف مطلبي بسيط، خبزي يطالب بجوده التكوين، وهذا كله يعني نخوض هذا النضال خوفا على مستقبل الدراسه الطبيه بالمغرب، خوفا على كفاءه طبيب الغد، وبالتالي على صحه المواطن المغربي، وهذا كله خدمه لوطننا الحبيب. شكرا. السلام عليكم، عبد الحكيم اعدو، منسق مجلس طلبه الطب بفاس. اذا هذه الوقفه اليوم كتندرج في اطار المبادره اللي جات من طرف اولياء واباء الامور نتاع طلبه الطب، ومبادره من مجموعه من الطلبه باش انهم يبينوا التضامن ديالهم مع الاخوان الموقوفين في جميع المدن، وبغاو يوصلوا واحد الرساله اللي هي اننا حنا كطلبه الهم الوحيد ديالنا هو جوده التكوين ثم جوده التكوين ثم جوده التكوين. كنبغيو نقولوا اننا
من هذا المنبر بغينا يتفتح الحوار، لحقاش فاش كنشوفوا الخرجات الاعلاميه نتاع المسؤولين راه عندهم نفس المنظور ديالنا، هما جايبين واحد الاصلاح اللي باغيين يجودوا به التكوين، حنا باغيين نديروا جوده التكوين ديالنا، باغيين نحسنوها في احسن الظروف ونوليو كنقراو في احسن الظروف ونكونوا كوف ونرقاو لتطلعات المواطن المغربي في المصالح الاستشفائيه وفي المستشفيات المغربيه. دونك الى عندنا هذا نفس المنظور حنا والمسؤولين، لما لا اننا نجلسوا على طاوله الحوار دابا ونحلوا هذه الازمه. فطلبات الطب كنقولها وكنظن ان كلشي متفق معايا، ما باغيينش سنه بيضاء، حنا كطلبه الطب ما باغيينش سنه بيضاء، باغيين يتفتح الحوار، باغيين نجلسوا ونناقشوا ولقاو واحد تيغان دونطونط، واحد الارضيه نتاع التفاهم بيناتنا وبين المسؤولين، باش كومسا نعاود نرجعوا للاماكن الاعتياديه ديالنا اللي هي المصالح الاستشفائيه ديالنا ومدرجات الكليات ديالنا. ومن هذا المنبر كنبغي نوصل رساله لجميع المسؤولين اللي ممكن انهم ينخرطوا في حال حاله هذه الازمه، لاننا كنعاود نقولها حنا كطلبه الطب بغينا حل في اقرب الاجال، وبغينا الموقوفين يتم تراجع على القرار اللي خرج في حقهم، وبغينا نرجعوا للاماكن الاعتياديه ديالنا اللي هي المدرجات واللي هي المصالح الاستشفائيه ديالنا. تحية نضالية والصمود لكل الطلبة ديال كلية الطب. نحن كآباء نتضامن مع أطفالنا فلدس أكبادنا في هذا الشيء الذي يعاني منه الطلبة كلية الطب، ونحن كآباء ضد هذا التغيير الجذري الذي في إحباط الطالب المغربي كذلك صحة المواطن. فالسند كلنا نساند الطلبة، وتحية نضالية لكل الطلبة من شمال المغرب إلى جنوبه، وشكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.